السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم لاباس وبخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي خاص بكاع الناس سواء اللي كيربيو القطيطات او حتى اللي ما كيربيوش القطيطات، لانكم تقدروا شي نهار تلاقاو بشي قط يكون متسمم ومحتاج للمساعده ديالكم وتكونوا نتوما هما السبب في الانقاذ ديالو وانكم ترجعوا ليه الحياه من جديد. داكشي علاش تابعوا هذا الفيديو اللي غادي يكون فيه طريقه ديال انقاذ القطط من التسمم. غادي تكون فيه طبعا طريقه منزليه اللي غادي نستعملوها في حاله ما اذا ما قدرناش ناخذ هذاك القطيط للطبيب، اما اذا قدرنا ناخذه للطبيب فغادي يكون من الاحسن ومن الافضل لان الطبيب غادي ينقذه بسرعه. ولكن شي بعض المرات راه كيتعذر علينا ناخذهم من الطبيب، داكشي علاش غادي نوريكم كيفاش تقدروا تعاونوهم باش يتعالجوا ويتجاوزوا هذاك التسمم في المنزل. وغادي نوريكم الطريقه الاولى اللي كتكون بواحد الدواء اللي رخيص ومتوفر في الصيدليات، وغادي نوريكم الطريقه الثانيه اللي غادي تكون بواحد المكون اللي متوفر في كاع المنازل اللي نقدروا كاملين بينا اننا نستعملوه، واللي بالفضل ديالو حتى انا كنت عالجت به القطيطه ديالي ميمي لانها كانت كلات السم اللي كانت يلاه صغيره عندها شهرين، كانت كلات واحد السم اللي داروه الجيران طبعا ما كانوش قاصدين، ولكن هي كانت باقا صغيره وكانت كلاتو. وطبعا راه واخا تكون كبيره ممكن انها تاكلو لان القطيطات راهم ما كيفرقوش، وكانت تسممات وكانت غادي تموت. ولكن الحمد لله بفضل هذا العلاج هذا هي راها كاينه معايا دابا بعد 3 سنوات ما شاء الله، دابا راه عندها 3 سنوات. اول خطا ما خصناش نرتكبوه هو ما خصناش نسمعوا للناس اللي بقاو يقولوا لينا عطيوهم الحنه، عطيوهم الزيت، عطيوهم البيض، عطيوهم الحليب، عطيوهم اللبن. هذا الشيء هذا ممنوع نهائيا لانه يقدر يكون هو السبب في تسريع الموت ديال القط ديالك، راه ما كيعطيش نتيجه في جميع الحالات، راه شي بعض المرات كيكون هو السبب في الموت. يقدر يكون هذاك القط راه غادي يتعالج بسهوله ولكن هذاك الحليب هو اللي كيكون السبب في الموت ديالو. هذاك الشيء علاش هذا الشيء من الاحسن اننا بلا ما نستعملوه بصفه نهائيه. بالنسبه لهذا الدواء هذا خاصنا نركزوا بزاف على طريقه الاستعمال مع الاسعافات باش هكا نقدروا نساعدوا القطيطه ديالنا. هذا الدواء هذا الاسم ديالو هو اوكاربون، هو عباره عن اقراص الفحم كتباع في الصيدليات ب 32 درهم، يعني الثمن ديالو راه ما غاليش بزاف مقابل الفائده ديالو لانه يقدر ينقذ واحد الروح. هذا الدواء هذا هو دواء بشري طبعا، ولكن كنقدروا نقضوا به القطيطات في حالات التسمم. كناخذوا جوج ديال الاقراص من هذا الفحم هذا وكندقوهم وكنخلطوهم مع الماء وكنشربوهم للقطيطه ديالنا بالسرنج، لانه في ذاك الحاله تقدر ما تبغيش تاخذ لينا القرص فكنسهلوا عليها وعلى راسنا وكنعطيوه ليها بالسرنج. كندقوا جوج ديال الوحدات وكنخلطوهم مع الماء وكنشربوهم ليها وكنتسناو عاوتاني ساعتين وكنعاودو ندقوا جوج الوحدات وكنشربوهم ليها، وهكا كنكرروا العمليه كل ساعتين حتى كتبرز القطه واحد البراز اسود. وفي هاد الفتره هذه اللي ديال ساعتين وساعتين وساعتين كنحاولوا اننا نشربوا القطيطه ديالنا الماء بزاف 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 بكثره باش يساعد الكلاوي انهم يصفيوا الدم من داك السم اللي خدات القطيطه ديالنا، ونحاولوا نحطوها في شي بلاصه اللي تكون دافيه ومظلمه باش هكا درجه الحراره ديالها ما تنخفضش بزاف لان السم كيتسبب في انخفاض درجه الحراره. داكشي علاش نحاولوا ندفيوها ما امكن، واذا كان عندنا الشوفاج نحاولوا نحطوه قدام البلاصه اللي فيها هي باش هكا ما تنخفضش ليها الحراره بزاف. وفي حاله ما اذا ما لقيناش هذاك الدواء نقدروا نعوضوه بالفحم الطبيعي اللي كنسميوه الفاخر، هو اللي كنشعلوا به العافيه. غادي نشدوه وغادي ندقوه تيولي على شكل بودغ وغادي نخلطوه حتى هو مع الماء ونبقاو نشربوه القطيطات ديالنا بالسرنج كل شويه كل شويه بنفس الطريقه حتى تبقى القطيطه كتبرز واحد البراز اللي اللون ديالو اسود. ديك الساعات نعرفوا بان راه بدا كيعطي المفعول ديالو. وما نساوش القطيطات من الماء، شربوهم الماء بزاف 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 باش هكا ما يوقعش ليهم الجفاف وباش هكا يساعدهم على العلاج.
وكما قلنا ما نساوش الاسعافات ديال اننا نحطو القطيط في شي بلاصه اللي سخونه بزاف، وديال اننا نراقبوه مزيان مزيان وكل ساعتين نعاودو ليه الدواء ديالو. واذا بان لينا واحد اليومين بان داك القط راه ما كيتحسنش نهائيا، ففي هذه الحاله خاصنا ضروري نديوه للطبيب، لانه يقدر يكون داك السم انتشر له في الجسم ديالو وسبب له شي مشاكل اخرى اللي حنا ماليش نعرفوها، فغادي يخص تدخل ديال الطبيب في هذه الحاله هذه. وكنتمنى هذا الفيديو يفيدكم ان شاء الله باش تعاونوا القطيطات ديالكم واي قطيط لقيتوه متسمم. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.